مجدد التحية، وهذا فيديو جديد. هذه السيدة تقوم بإنشاء أو عمل موائد الرحمن طوال العام. نتحدث اليوم الخميس الثامن من رمضان 1444، 30 مارس 2023. نتابع. ربنا يكرمنا ويقصدنا ولاد الحلال يجوا يساعدوا معانا في كده. شوف ان شاء الله حاجه تفرحك باذن الله، وهاجي معاهم اسلم عليك تاني ان شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي وتنور الدنيا كلها ان شاء الله. شكرا لك يا حاج. العفو يا شكرا. فندم، نورتنا يا فندم. على باب الله كلنا واقفين، وفي كرمه طمعانين. موائد الرحمن يوميا. رمضان شهر الخير، وكما شاهدنا هذه السيدة تقوم بعمل موائد الرحمن أو وجبات جاهزة في هذا الميدان طوال العام. هكذا هي مصر. حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضيائها على العالمين. ما شاء الله. يقال دائما يا سادة إن مصر فيها حاجة حلوة، ونحن نعرض للنماذج الإيجابية في المجتمع. نوثق لهذه السيدة التي أنشأت أكبر مائدة رحمن تقام على مدار 365 يوم في السنة. عطاء لا ينقطع طول العام، والرائع أن هذا العطاء لم ينقطع منذ 34 سنة. نعم، هذه المائدة تعمل طول السنة ومنذ 34 عام. الحاجة عزيزة وهي تعد أو تقوم بإعداد المائدة بنفسها، وهذه المائدة تقدم كل ما لذ وطاب للمترددين عليها من المحتاجين. وهذا ما نشرته الصحف المصرية، مائدة الحاج عزيزة طعام طوال العام يتردد عليها الفقراء والمحتاجين منذ 34 عام. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة.